امبارح في حياة الأمر كان يوم حزين على جمهور النادي الأهلي، الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب يعني بطل أبطال أفريقيا تحديداً والأكثر تتويجاً بهذا اللقب، ودايماً كنا بنقول الأهلي بمن حضر. امبارح وللأسف الأهلي ما كانش حاضر، الأهلي ما كانش موجود. هزيمة للأهلي بخماسية أمام صن داونز بتجعل فرصه في الصعود بشكل يعني عملي لدور الثمانية صعود صعب جدا لأول مرة منذ 8 سنوات تحديدا. يا بسنت، خلينا نتكلم ونحلل اكتر يمكن اللي حصل امبارح يا احمد، ونتكلم عن يعني اسباب الهزيمه الكبيره دي ايه، وايه اللي كان المفروض يحصل خلال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه من اداره النادي الاهلي. كمان خلونا نتكلم مع حضراتكم، هل في لسه فرص متاحه قدام النادي الاهلي، ولا بيكون كده انتهى مشوار النادي الاهلي في افريقيا لهذا العام؟ كل التفاصيل دي هنتكلم فيها النهارده مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. اهلا بك يا فندم، منورنا. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ طارق، كويس؟ يعني مهمتك صعبه النهارده شويه. 5-2 رقم يعني صعب وتقيل على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي تحديدا. مين يتحمل الخساره، كولر ولا صن داونز؟ بص، انا متفاهم غضب جمهور الاهلي على خاصه النتيجه دي بتتكرر مع صن داونز بالذات، يعني دي تاني مره الاهلي بيتعرض لهزيمه بنفس النتيجه على ارض صن داونز، فبالتالي متفاهم الغضب الشديد جدا. كان 2019 بالظبط، الغضب الشديد جدا من الجمهور. لكن يمكن برضو كنت هنا في صباح الخير يا مصر بتكلم على فلسفه الفوز والهزيمه، وازاي ان احنا ممكن نتقبلها، وازاي انت ممكن لازم تخسر ولازم تكسب ويبقى عندك المبدا ده. جمهور الاهلي ما بيتقبلش المبدا ده دائما يعني، ودايما انت بتروح على اعتاد الانتصار. بالظبط، انت بتروح على الطرف اللي قدامك. النهارده انت بتحمل الاداره سبب الهزيمه، وبتحمل كولر سبب الهزيمه، يعني انت في مجموعه بتحمل الاداره، وفي مجموعه بتحمل المدير الفني ان هو سبب الهزيمه، وفي مجموعه ثالثه بتحمل اللعيبه. فبالتالي احنا قدام ثلاث حاجات. الاهلي كفريق كبير وفريق متصدر افريقيا ونادي القرن ويعني وعدد كبير من البطولات، لكن ما بيجيش احيانا في موقف ما يقول فيها مثلا ما بيراجعش جدول الدوري، يعني ما بيقفش كده قدام جدول الدوري. جدول الدوري ده ما بيجي لكابتن سيد عبد الحفيظ بيتاخد يتحط في الدرج مثلا، هو بيفرغه بس عدد الماتشات، لكن مثلا ما بيناقش مع الرابطه موقفي ايه طبقا للائحه المسابقه. لما يبقى عندي مباراه خارج مصر في افريقيا بيتاجل لي ماتشات ولا ما بيتاجليش ماتشات؟ طب هتضغط كل 3 ايام، طب هلعب تاجيل اصلا ولا ما بطلبش؟ اما بخرج بيتاجل لي طبعا. فالافضل ان انت، انا قصدي ان المنظومه كلها على بعضها هي المسؤوله عن الهزيمه اللي حصلت امبارح، اداره ومدير فني ولاعبين. اداره لانها ما خدتش موقف في تاجيلات الدوري، ما خدتش موقف في المباريات المهمه، لعبت عدد كبير جدا من الماتشات دون مراعاه لظروف اللاعبين. انت عندك، احنا دايما بنحط اللاعب المصري زي اللاعب الافريقي زي اللاعب الاجنبي، لكن في فرق ما بين اللاعب المصري واللاعب الافريقي اللي هو زي جنوب افريقيا او غانا او السنغال او غيره، واللاعب اللي بيلعب في اوروبا اجنبي بره، او اللاعب الاوروبي بمعنى اصح. فرق شاسع في التجهيز النفسي والتجهيز البدني ومراحل السفر، ويعني كل ده بيؤدي ان اللاعب ممكن ينزل مباراه زي اللي انت شايفها امبارح كده ما يبقاش شايف قدامه. بيستقبل الكره غلط، بيقف غلط، بيجري غلط، مش قادر يتحكم في الكره وهي بتمشي، بيباصي غلط، بيشوط غلط، كل حاجه بتبقى في حياته. اللوم يمكن على اللعيبه وعصبيتهم ان هو عدم التاجيل في المباريات، وقاعدين بيلعبوا مباراه ورا الثانيه، فخلى في ضغط نفسي كبير قوي، خلى اللعيبه اصلا متعصبه طول الوقت، وفعلا زي ما انت قلت الاداء يمكن في الملعب كان باين ان هم يعني مش مركزين. ما هو ما يبقى لاعب في النادي الاهلي ومش عارف يستلم، او لاعب في النادي الاهلي مش عارف يتحكم في الكوره، او لاعب في النادي الاهلي هو متخيل انه ضاغط على لاعبي صن داونز وهو مش ضاغط اصلا عليه في اي حاجه، لاعب صن داونز بيستلم براحته في الجون الثاني او الثالث اللي هي تسديده من الخارج من قبل ال 18 بحوالي 3 متر.
اللي هي الناس حملت الشناوي فيها وهاجل الشناوي دلوقتي حمل النتيجه. لكن بصي على خط النص بتاع الاهلي، بص على اللعيبه، بص على المدافعين، بص في ولا خط كله راجع ورا وسايب يعني خط النص بس، خط الدفاع ما فيش ولا خط موجود. كله راجع ورا وسايب اللاعب بيستلم براحته، بيهيئ الكره براحته، بيشوط براحته وعامل حسابها ازاي. فكل ده نتيجه ان هو مش شايف، لانه هو لعب اكتر من مباراه فيها ضغط نفسي وعصب عليه. وفي نفس الوقت احنا دايما ما بنبصش ان اللاعب تكوينه، اللاعب المصري بالذات تكوينه مختلف. انا ما اقدرش اقول اللاعب المصري اجري زي بتاع صن داونز، او اصل مدرب صن داونز عبقري فبالتالي هو جاهز سريته كويس. هو لعب ماتش واحد. الشناوي، هل الشناوي محتاج دلوقتي اللي انا اريحه شويه واطلع لطفي؟ لا مش اريحه، هو محتاج بابا. بمعنى حد بمعنى يعني نفس فكره كده المنتخب لما ابو جبل طلع له. لا مش ابو جبل كمان، عصام الحضري لما كان رقم واحد في المنتخب ورقم واحد في النادي الاهلي وبدا يحس ان هو ما فيش غنى عنه، النادي الاهلي لو هو ساب المرمى النادي الاهلي هيقع، جابوا له مين؟ جابوا له كابتن نادر السيد. نادر السيد كان جاي النادي الاهلي وعارف ان هو بس هيقعد على الدكه مش هيعمل حاجه تاني. يبقى قاعد على الدكه وعصام. فعصام الحضري تطور اداؤه وفضل لحد كاس العالم 2018 بسبب او لغايه ما ساب النادي الاهلي بسبب مين؟ البعبع اللي قاعد له بره. اي حارس مرمى في العالم خلي بالك مثلا في ريال مدريد كورتوا ما بتغيرش بس في بعبع قاعد بره. ريال مدريد لما جه لعب الاهلي لعبه بمين؟ بالحارس الاحتياطي، بس الحارس الاحتياطي مستواه زي الحارس الاساسي. فبالتالي في بعبع دايما بيبقى قاعد بره. البعبع ده شخصيه، والبعبع ده بيبقى هو عارف لو مستواه هبط وقعد على الدكه مش هينزل تاني، التاني هياخد الفرصه بالظبط. فالتاني فهو الشناوي محتاج رغم ان اخطائه قليله لكن هو محتاج حد نقدر نقول عليه ايه، يخوفه يقدر يهدده في المنتخب. امبارح اخطائه ما كانتش قليله اعتقد. ايه؟ امبارح اخطائه ما كانتش قليله. انا مش شايف ان اخطاء بتبقى كتير لكن هي اخطاء مؤثره. يعني لما تبقى انت عندك خلي بالك ان الشناوي رقم واحد في المنتخب وفي النادي الاهلي، لما يبقى اخطائه مؤثره بهذا الشكل طب هيعمل ايه في المنتخب؟ وخلي بالك المشكله برضو بتاع الشناوي مكرره في المنتخب. في المنتخب المصري الشناوي ما عندوش بعبع يهدده او يخليه دايما يحافظ على مستواه. لكن لو عديت الاخطاء الاخطاء قليله، بيبقى مثلا قول خطا كل ماتش، خطا كل ما في ماتش الهلال خطا الجون، لكن شوف شال كام كوره في ماتش امبارح. هو الجون بس اللي احنا حملناه المسؤوليه، الجون اللي هو جاي له تسديده من بعيد، لكن الباقي اللاعب منفرد بيه هيعمل فيه ايه؟ طيب يعني خلينا نتكلم اكتر كمان عن بس عشان المدير الفني وعن يمكن الخطه اللي هو حطها. هل كولر غامر ان هو يضغط بدري قوي في المباراه وسط يعني فريق ده بيلعب على ارضه جمهوره 40,000 متفرج تقريبا؟ هو كولر ما غيرش طريقته مع صن داونز. هو يعني كلنا كنا بنقول المفروض بعد التعادل هو استقبل جون بضربه جزاء في اول 3 دقائق، رجع بعدها بحوالي 10 دقائق يعني بالجون بتاع محمد شريف. فالكل كان بيطالب كولر ان هو يتحفظ دفاعيا، معنى ان هو يقفل منطقه ال 18 ويلعب على الهجمه المرتده. طيب انا لو هقفل على منطقه ال 18 وهلعب على الهجمه المرتده، الجناحين اللي عندي اللي هيعملوا الهجمه المرتده سرعتهم ايه مع لعيبه صن داونز؟ يعني ميرسي تاو وطاهر محمد طاهر. امبارح طاهر محمد طاهر هو الجناح الشمال ما كانش موجود. يعني ايه الكره بتتقطع منه بسهوله، ما بيستلمش صح، ما بيروحش صح. وميرسي تاو هو كان احسن لاعب امبارح في النادي الاهلي يعني في الانطلاقات بتاعته. فانا مش ممكن اطالب مدير فني ما عندوش جناحين صراع يعمل هجمه مرتده سريعه، اتنين لو قفل دفاعاته بالدفاع اللي موجود ده برضه صن داونز كان هيعرف يخترق ازاي وهيعرف ما هو راجع الاجوان اللي جت في النادي الاهلي، كان كل دفاع النادي الاهلي موجود في ال 18. فبالتالي الراجل لعب على الشكل اللي هو شايف ان هو ممكن يقدر يحقق بيه نتيجة، لكن اللعيبة ما كانتش مركزة. هو النهاردة جاب جونين وهو كان متأخر رجع، وبعدين متأخر رجع، بس رجع في فترة خلاص صن داونز بدأ يعلى فيها. فبالتالي مشكلة كولر دلوقتي ان هو مش عارف يعالج الأخطاء، ما عندوش وقت يعالج الأخطاء. التدريب محتاج وقت، محتاج مني ان انا اريح الفرقة،
النهارده هو ما بين صن داونز اللي كان في القاهره 2-2 وصن داونز اللي امبارح 5-2 لعب اكتر من 5-6 ماتشات، فبالتالي هو ما قدرش حتى يعالج الخطا. 2 فاقد لعيبه مهمه جدا منهم 2 من اكبر اللعبة. يعني اكرم توفيق وكريم صح. فؤاد وعمرو السولية برضو دول مؤثرين بالنسبه له، فبالتالي الراجل معذور. طب هيعمل ايه؟ هيصلح اخطائه انت؟ هيخفف الحمل التدريبي بتاعه ولا يرفعه؟ هو نفسه متلخبط في الجدول، مش عارف يخف ولا يرفع المعدل الاحمال بتاعته. الخطا اللي بيقع من لاعب، طب عالجه بلاعب تاني ولا ما عالجوش؟ حسين الشحات اللي هو الجناح اللي كان ممكن يسنده مصاب. عنده لعيبه ما بتقدر، احمد عبد القادر ما بيقدرش يجري، امبارح ما هو لعب عمل ايه؟ كهربا ما فيش. يعني اذا الراجل معذور في اللي هو لعب بيه امبارح. احنا شفنا امبارح مشكله زي ما حضرتك قلت في خط النص، وشفنا برضو مشكله في خط الدفاع، ويمكن لو هنحمل يعني اللوم اكتر بنتكلم على محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، الاثنين كان اداء يعني ما شفناهوش في حياتنا في النادي الاهلي تحديدا. ونفس القصه ما نقدرش نحمل كولر، لان الراجل طلع ومش اجتهاد من الاعلام، ده هو طلع في مؤتمر صحفي وطالب الاداره ان هو عاوز صفقات فيما يخص الدفاع تحديدا، ولم تستجب الاداره. فايه دلوقتي اهم المراكز اللي محتاج فيها النادي الاهلي تدعيم لصفوفه؟ هو مش كمان طالب الاداره، هو اشتكى كمان من اللعيبه، يعني في مؤتمر صحفي اشتكى كمان من اللعيبه ان هي احيانا طيب يعني اذا احنا امام ما شخص ما نقدرش نحمله لوم خالص. انت بص، انت عندك مشكله في الباك اليمين. يعني النهارده اكرم توفيق غاب، فمحمد هاني بس قدرت تعالج بخالد عبد الفتاح. يعني خالد عبد الفتاح صفقه كويسه جدا، قدر ان هو يبقى حلالك مش، لكن عندك مشكله في الباك الشمال. لا. مين بديل علي معلول؟ يعني مين اللي هتحط؟ علي معلول اتصاب، بتنزل محمد اشرف، محمد اشرف مش قدرات علي معلول، مش ستايل علي معلول. فانت عندك حاجه يعني باك الشمال، انت محتاج باك شمال كويس، محتاج 2 ارتكاز، حتى لما محمد عبد المنعم محتاج 2 ارتكاز كويس، محتاج مهاجم له مواصفات معينه، مش اي حد يجي يبقى مهاجم النادي الاهلي. هو الراجل بيلعب 4-3-3 بس احيانا بتحتاج مهاجم صريح. لا. وحتى في 4-3-3 بتحتاج مهاجم برضه بيقدر يفتح لك الدفاع. لا. شويه زي ما بنقول كده، ايه، يشغل حيز من الفراغ، يقدر يلعب بدماغه كويس، يقدر ينتهز الفرص. انت ما عندكش لاعب لغايه دلوقتي في النادي الاهلي. طيب عايز اسالك سؤال، هو حتى لو احنا جبنا اللعيبه دي، هل احنا كجسديا كلعيبه مصريه قادره ان هي تلعب في الحر بتاع افريقيا مثلا؟ هل خليني اتكلم كمان على التوقيتات المختلفه، يعني احنا بنتكلم اللعيبه بقى لها كذا ماتش بتلعب الساعه 3، وده مش التوقيت اللي هم بيتمرنوا فيه ولا متعودين يلعبوا فيه. بصي، التوقيت ده مشكلة من زمان بنتكلم فيه. يعني من زمان بنتكلم في تطبيق نظام اليوم الواحد في النادي، يعني في النادي الأهلي تحديدا. بمعنى ايه؟ اللاعب بيروح النادي الساعة 8 الصبح، ما يطلعش الا الساعة 6 بالليل، اللي هو ايه، بيتدرب الصبح والدور وبالليل، لان شغلته كلاعب كورة. انت ما بتعمليش ده، انت بتدربيه الساعة 8 الصبح، ويمكن ممكن تلغي التدريب المسائي، او احيانا بيبقى التدريب بالليل في توقيتات المباريات اللي انت اللي حاطها لك الرابطة. الاهلي ما بيطالبش الرابطه ان هو يلعب في مواعيد مختلفه. يعني ايه مواعيد؟ ميعاد 3 وميعاد 5 او ميعاد 7، ده ميعاد لابد انه يتم تدويره. زي بالظبط بيراميدز لما اشتكى من الساعه 3 وراح الساعه 7، بدا عنده مشكله في افريقيا انه بيلعب الساعه 3. فتدوير المواعيد دي مطلوبه. البنيه الجسمانيه بتاعت اللاعب المصري طبعا ما بقتش تتحمل الحر زي زمان، ما بقتش تتحمل الارتفاع عن سطح البحر. معلش، انا مختلف تماما مع حضرتك في دي. ليه؟ لان اللي عاوز يلعب هيلعب، اللي مقدر تيشيرت النادي الاهلي هيقاتل لحد اخر نفس. صعب. بس خلينا لا نبكي على اللبن المسكوب، ونسال ازاي يقدر النادي الاهلي يتغلب على مشاكله الفنيه علشان يصعد لدور الثمانيه. يعني مع 4 نقط دلوقتي فاضل له ماتشين، يعمل ايه؟ خلينا واضحين. اولا مع كل اللي انت بتقوله ده، يعني الطاقه اللي هيعملها قد ايه عشان يقدر يدافع؟ يعني انت هتقول ايه، هيموت نفسه قد ايه؟ قد ايه في الماتش؟ 90 دقيقة. لا، ما هو مش 90 دقيقة. ما خلينا مش هيقدر، لكن انت دلوقتي لازم تنسى افريقيا تماما. يعني ما تدخلش نفسك في الضغط، يعني خلاص انا بره افريقيا. يعني انت ما تدخلش نفسك بقى في الضغط النفسي بتاع ايه، الهلال هيقابل صن داونز، طب صن داونز هيتفق مع الهلال، طب انا هفوز على الهلال هنا كام، طب انا ما هو القطن انت هتفوز عليه، هتفوز عليه لان القطن ما عندوش ولا نقطه،
القطن الكاميروني مع كل احترام وتقدير كل الفرق واخده منه نقط، لكن انت النهارده الهلال جاي لك على ارضك والهلال فرص صعوده افضل منك، هيفرط في المباراه ولا هياخد ويدي معاك ويقدر يعمل معاك حتى نتيجه تعادل؟ طيب هو هيقابل صن داونز، الاثنين عندهم نقط كافيه جدا ان هو، فانت ما تشغلش نفسك بقى بالايه؟ بالضغط النفسي، عندك بطوله الدوري مهمه جدا، يعني عندك كلام حضرتك كسبني من بطوله افريقيا واركز في الدوري المصري خلاص كده؟ بالطبع، لانك انت برضه في الدوري المصري مهدد. في الدوري المصري انت الفارق النقط بينك وبين بيراميدز وفيوتشر قد ايه؟ 5 نقط. صح. يعني ماتش ونص. فبالتالي انت لابد ان انت تركز في بطوله واحده عشان تقدر تسترجع تاني لافريقيا بشكل جديد، تكون عملت فرقه جديده، عملت لعيبه، جبت لعيبه جديده وقدرت ان انت تقف على رجليك عشان تقدر ايه، زي تجربه 2019 برضو، لكن 2019 انت خدت البطوله رغم ان انت اتغلبت، لكن الظروف مختلفه، لعيبه مختلفه، شكل مختلف، فبالتالي لابد ان انت بس تبدا تقف على رجليك وتبدا تسيطر على لعيبتك. كابتن سيد عبد الحفيظ ما يسيبش لعيب بره البيت مثلا الساعه 12 بالليل بيتفسح، لاعب تاني قاعد مثلا في بيته لكن مش نايم كويس، اللي احنا كنا عارفينه على لعيبه الكوره زمان، يعني الالتزام. بالظبط، لان كابتن، يعني انا كنت لسه بقوله المعتصم كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كانت الساعه 10 بالليل تيجي كان يلف على اللعيبه في البيوت يشوف اللاعب اللي بقى بره، كان بيقعده على الدكه ما بيخليش يلعب كوره تاني. فبالتالي انت عايز نظام مختلف، شكل مختلف، تتناسب مع امكانياتك. اتنين، هو السؤال اللي احنا لازم يعني برضو تبص عليه، صن داونز ده بتاع مين؟ جماهير امبارح كانت قد ايه؟ واحد من اكبر الانديه في جنوب افريقيا، بس ايه؟ ملكيه خاصه بتاع موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، وده ابنه اللي كان اللي هو بيدير النادي. الجماهيريه مالهاش دعوه بالملكيه. النهارده النادي الاهلي لما يجي يروح يجيب صفقه لازم الجهه الاداريه توافق له على التحويل، ولازم يبقى بالاصل. يعني حضرتك شايف في الاخر ان الاهلي يعني يبحث، ممكن يروح يجيب اللاعب. حضرتك شايف في الاخر ان الاهلي بيبحث عن قبله الحياه، ودي هتبقى موجوده في الدوري المصري مش في بطوله الاهلي. الاهلي هيفضل بطل زي ما هو، لكن مش حكايه ان انا خسرت بطوله يبقى انا خلاص ضعت. الاهلي بطل افريقيا، نادي القرن، من الانديه الكبيره جدا، قدامه دلوقتي بطولات، بطولتين، كاس مصر والدوري المصري، يرجع لافريقيا السنه الجايه بشكل تاني. لكن ان شاء الله. طارق رمضان، احنا بنشكر حضرتك الناقد الرياضي طارق رمضان على وجودك معنا في صباح الخير.